شوف صورته على الجهاز هاي على الشاشة نعمل فريز اختار جروب طبعا لازم ما تفيد الكهرباء لحتى يشوف التشويش راح التشويش للكاميرا مش واضح الصورة يسببه الكهرباء كما خففنا يبين المدى التشويش يروح التشويش هاي في عنا الكلية أو المرارة فينا نغير العمق تبعه هي صورته للجهاز رح ننتقل على البروب الثاني اللي هو بروب المهبلي ناخذ هيك تختار البروب اخترنا البروب حنختار التطبيق البريسيت ناخذ البريسيت اللي هو مثلا اوبي اجاين نعطي سيت اخذ نغير الدبس شوي عشان بدنا نشوف صورة صوت المرارة بالبروب المهبلي وصوت الكلية Thank you.